I think the girls with their nails done wrong. اليوم قصتنا على تشام برشا يرفع كايتها، خلي نقولوا لي قصتها مظلومة عالميا بالرغم اللي برشا قاعدين يلعبوا فيها. تشامب اليوم اللي هي تعتبر من اقوى شامبيونات الدوب زاد ريناها برشا مرات تتعبى زاد جانجلر. بوبي واللي تعتبر من كيانات اليوردل واللي هما 13 تشامب، بدات حياتها عادي كيما المخلوقات اللي في حجمها لا تخبش لا تدبش، اما كانت ياسر تعاند وهذا اللي خلاها في برشا مشاكل مع الصغيرات اللي كيفها. كانت ما تلعبش بالعرايس لما تحب ياسر العرب، سمعت اللي مرة لقاها تكور مع ولاد حومتها. فاتك بالطبيعة خاطر الكورة ديجا أكبر منها. مشيت بوبي في رحلة هزتها لبرشا مستوطنات بشرية في غرب فالورانت وقعدت بيتها في عجب ربي، ورات زاد العباد كيفاش حالتهم حليلة خاطر يجريوا على الخبزة، تحسها جات لتونس. في يوم من الأيام تعديت بقافلة أما مش كيما اللي عرضوها قبل، راتهم يتحركوا ويخدموا وياكلوا ويرقدوا الكل في نفس الوقت، حد ما زايد على الآخر، وزيد رات كيفاش يحتفلوا فرحانين هذاك اللي خلاها تنبهر، والشيء هذا كان أقوى وأحلى من السحر اللي راتوا الكل، وكيما معروف على اليوردل إنهم يستخدموا السحر باش يصنعوا حاجات غير عادية ومنها الفرحة. وقت اللي كانت بوبي تغزر وهي متخبية، رأت ضابط اللي اسمه أورلين، عرفت اللي هو المسؤول على مجموعة الكل، خطر الناس الكل يتحركوا ويستجمعوا في القوة متاحهم كي يبدأ هو موجود، واللي هو زاد يموتيفي فيهم وما يخلي حد متقلق، وهذاك اللي زاد بهدها خطر الشي هذا ما كان يصير عند اليوردل كان بالسحر. كان عقل بوبي فكر برشا وجاوها برشا أسئلة كيما مين جاي وكيفاش نجم يلم المجموعة هذه الكل، مشني السبب، أما التساؤلات خليها تتخذ أهم قرار في حياتها، واللي هو أنها باش تكشف روحها للبشر لأول مرة، خطر أول مرة تحس بالكونتاكت مع حد. بعد ما تصدم عمك أورلين وقعد مدة باش يستوعب، كان عنده برشا أسئلة. عنده الحق، تصور نهار تكون قاعد يجي قطوس يحكي معك، أما الحق هذا الكل ممنعش أنهم يوليوا صحاب، على الأخير كانت ديما معاه في التدريبات ومعاه في القضية اللي حب يهزها، وبالرغم من صحة الرأس اللي عندها إلا أنها قبلت تسمع كلامه حكم طول بركة يجي قد بها. زاد مشيت معاه باش يحلوا المستوطنة الجديدة واللي هي مبعد باش تتعرف بديماسيا، ولا أورلين شخصية محبوبة بالرغم اللي برشا ما راهوش يستعمل فكلة مطرقة، واللي هي قادرة أنها تسلج بولات وكيما قادرة أنها تدمر الأرض. تعدي ونهارات وجا نهار اللي خونا أورلين سي ممدود على الفرش وقريب يموت، عيط لبوبي وعطاها أكل مطرقة وقال لها شكون اللي صنعه، واللي هو ما كانش لازم ياخذها، كان المفروض يمشي البطل لديماسيا، واللي الشخص هذا هو الوحيد اللي ينجم يحافظ على المستوطنة الكل، وهذا اللي خلى بوبي تقطع وعد على روحها قدام أورلين أنها ترقاه وتعطيه المطرقة نتاعه، بالرغم حاولتها الكل في أنها تلقاه، أما في كل مرة تكون النتائج كارثية، وديما في الأغلب أي بطل من ديماسا يجرب حظه إلا بيكون مصيره في أغلب الأحيان أنه يموت، أما الشيء هذا خلاها ديما تحاول من غير يأس في أنها تلقاه، بالرغم اللي عمرها ما خمت أنه ممكن تكون هي البطلة اللي وصفه أورلين قبل ما يموت. هون نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله القصه تكون عجبتكم، اذا فما تشامب اخر تحبوا تعرفوا عليه اكثر اكتبوا لي في الكومنت، واكثر واحد موجود باش نعملوا عليه قصه في الفيديو الجاي.